رصاصة واحدة كل شي بيخلص، بيروح الوجع وبتسكت كل الأصوات. صدقيني مثل ما عامل لك، كل شي بيخلص، كل شي بيروح وبتسكت كل الأصوات، وبتسكت كل الأصوات برصاصة واحدة. هذا لسان حال الشخصية والكلمات اللي كانت تولى بينه وبين حاله وهي صافنة بشهادة الخادمة. يعني هاي مو عوارض اكتئاب حاد حسب التقرير النفسي. أكيد كان في حدا عم يعزز هاي الفكرة براسه ويدفعها لإله. صح، بلشت تفكر صح. آثار الدم على هاي المنطقة بالذات تثبت إنه هو شال شيء من موقع الجريمة وخباه بجيبته. الموبايل يلي بالأدلة هو موبايل تاني، نفس موبايل سارة بالضبط. جهزوا فادي ليوم الجريمة ليبدلوا بموبايل الأصلي، باعتبار أنه ما رح يلحق يمحي المكالمات والفويسات يلي كان يغسل دماغ مرته فيها. غير أنه استنى كوني موجود بالبيت لا يخدعني ببراءته. اتركها، لا تلمس شي بإيدك وبعد عنها. فادي بعد. خط ذكي يا صاح، لازم يعتمد علي مو على فارس.